كلنا من عشاق البيتزا، لكن ان احنا ناكل البيتزا في البرطمان ده الجديد. النهاردة هنعمل مع بعض برطمان البيتزا بشكل جديد. هنبدأ نجهز عجينة البيتزا. في بولة هنخلط خميرة عليها معلقة سكر وشوية مية دافية، ونضيفهم لبولة فيها كوبايتين دقيق، ونبدأ نعجنهم بالمية الفترة، ونزود ربع كوباية زيت زيتون، ونغطيها ونسيبها على جنب تخمر لمدة ساعة. ودلوقتي نجهز صوص البيتزا. في حلة على النار هنحط زبدة وزيت، ونحط عليهم فصين ثوم ومكعبات طماطم صغيرة ومعلقة صلصة وربع كوباية زيتون أخضر مقطع وملح وفلفل وزعتر، ونسيبها على النار تتسبك. بعد ما العجينة تخمر هنشكلها كور ونحشيها بالسلامي والجبنة الموتزاريلا والصلصة، وندخلها الفرن لمدة نص ساعة على 180 درجة. وبعد ما تخرج من الفرن نبدأ نرص البرطمان. هنحط كور البيتزا وعليه شوية صلصة وجبنة موتزاريلا وجبنة الشيدر. عملنا برطمان بيتزا للعيلة كلها. قبل ما تاكلوه سخنوه عشان الجبنة تسيح ويبقى طعم حكاية. بالهنا والشفا. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.